هل تصدقون يا جماعة؟ شوفوا هذا الدور الرابع، تخيلوا يطيح واحد من هنا ويوصل إلى أسفل شيء، هل بيسلم؟ فما بالك إذا كانت امرأة وكانت حامل في الشهر السادس، هل يعقل إنها تسلم ومن هذه الكارثة اللي صارت؟ أبو طلال، هلا والله. هذه جدتك. جدتي. قبل كم؟ القصة هذه لها تقريبا حوالي 70 سنة. كانت تنظف في السيارة هذه الدور الرابع. أيوة. مسافة 11 متر في ليلة عيد. فالمرأة جسمها مش كبير، فأخذت الزولية وقفت كذا وطاحت. طاحت لين أسفل شيء. طاحت أسفل شيء. ماتت؟ لا. طاحت جاها حالة إغماء شوي. أيوة. جمعوا عليها الناس، صحيت، أخذت الزولية حقتها وقامت كملت. ما فيها ولا خدش. أتمت حملها. وأتمت حملها وهي في الشهر السادس وأنجبت طفلة. ما شاء الله. ولا زالت حية ترزق. ما شاء الله تبارك. هذه أسطورية. ما شاء الله تبارك. وللمعلومية ترى المقطع وهي تحكي القصة تحت في نفس المكان موجود عندي مقطع فيديو. أيه؟ لكنها ما فسح عائليا. هي رفضت. رفضت. أحد أبنائها رفض إنه يطلع. أيه؟ المقطع هذا ولا حق. طيب في ناس يجون ويقولون يمكن هذه السالفة أسطورية ما يصدقون ولا لا؟ لأنه شيء يعني يعني كارثة. ما شاء الله تبارك. عدا أستر الله وحفظ الله هو. أي. كل شيء. أي نعم. لكنها لا زالت أهل القرية يعرفون القصة هذه. وتخيل سبحان الله المكان هذا كثير من زوارنا يجون يسألون بس يبغون يشوفون. يشوف المكان اللي طاحت من الجدة رزقه. أي. الله يعطيها طولة العمر. اللهم آمين. ويمتعنا ويشبعنا بوجودها بيننا. اللهم آمين.